مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم 20 في رمضان. كنتمنى تكونوا دوزتوا هاد 20 يوم بخير وعلى خير، ودابا بقات لينا ان شاء الله هاد 10 ايام. ونتمنى ان الله يتقبل منا الصيام والقيام والعمل الصالح ان شاء الله. بالنسبة للفطور ديال اليوم، عندي هاد الكريسات كان عندي في الفريغو سخنتهم، والبيض الشباكية مع بوشنيخة زعما بوشنيخة ولسان الطير، تميرات وعصير ديال الفريز مع الليمون والكمير، اتاي وحسوة ديال السميدة باقي ما كبيناهاش في الزلاي، كيري غنديرو في كومير ان شاء الله. وهادو واحد الكريبات جابتهم ليا صاحبتي سناء، كنشكرها. كريبات مالحين معمرين بصدر ديال الدجاج والبصله، تبارك الله، وفرماج حمر، تبارك الله، كيجيو زوينين. وراه دارتهم في القناه ديالها، اللي بغى يشوف الوصفه قناه ام طه دعاء يدخل لهم ان شاء الله في الوصفه في في القناة ديالها أم طه دعاء. المهم ما تديوش عليا، راه مع الصيام. وهذا هو الفطور ديالنا ان شاء الله، وعسيلة مع الزبدة نديروها في الكرس. ونتمنى تكونوا نكون خفيفة على قلوبكم، وما تنساوش ديرولنا لايك، تابونا في القناة، مع تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.